بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كلامنا في باب حالات الأئمة عليهم السلام في السن من كتاب الكافي الشريف خلاصة أحاديث هذا الباب أن الإمامة كالنبوة اختيار من الله سبحانه وتعالى وكما قال وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة والله سبحانه وتعالى قادر وحكيم ولذا يصطفي من يختاره للنبوة والإمامة. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فالله سبحانه وتعالى ليس بعاجز، يتمكن من الاصطفاء وهو حكيم والنبوة والإمامة بحاجة إلى إنسان كامل يتمكن من حمل أعبائها أن يكون بأن يكون معصوما مسددا وهذا يتوقف على اصطفاء الله سبحانه وتعالى <applause> له وإذا الله سبحانه وتعالى اصطفى أحدا لمهمة يجعله قابلا لتلك المهمة فليس من الشرط ان يكون كبيرا في السن ولذا نجد ان الله سبحانه وتعالى اختار عيسى عليه السلام للنبوه وهو صبي ويحيى عليه الصلاه والسلام اختاره للنبوه وهو صبي واختار من الائمه الامام الجواد والامام الهادي والامام المهدي وهم دون العاشره من العمر لان الله سبحانه وتعالى قادر على ما يريد وهو حكيم ولعل اختيار انبياء وائمه في سن الصبا هو بيان قدره الله سبحانه وتعالى من جهه وبيان ان الامامه والنبوه ليست بالكسب، وإنما هما باختيار من الله سبحانه وتعالى. بعض المناصب بالكسب، يعني واحد يريد يصير قاضي مثلا. هذا يدرس من جهة العلوم التي ترتبط بمنصب القضاء. ومن جهة أخرى يوفر في نفسه الشروط الأخرى كالعدالة وحين ذاك إذا صار قابلا لذلك يتبوأ هذا المنصب ويمكن لكل أحد من الناس أن يهيئ الشروط في نفسه حتى يصل إلى هذا المنصب لكن هناك مناصب هي فوق مستوى الناس العاديين بحاجة إلى اصطفاء من الله سبحانه وتعالى الإنسان هل يتمكن بالكسب أن يصبح, أن يصبح نبيا كلا إذا واحد من الناس كل عمر قضاه في طلب العلم وتزكية النفس لا يتمكن من الوصول إلى منصب النبوة لأنها اختيار من الله سبحانه وتعالى. وذلك الاختيار يحتاج إلى اصطفاء، وهذا الاصطفاء ليس بموجود في الناس الذين لم يختارهم الله سبحانه وتعالى. فإذا الناس إجوا شافوا أن هذا الصبي هو في كمال العلم، ولديه معاجز. هذا يسبب تمام الحجة عليهم. يعني عندما شافوا عيسى عليه الصلاة والسلام وهو صبي وله معاجز، عندما شافوا الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام وهو صبي في مجلس واحد أجاب على ثلاثين ألف مسألة، هذا المجلس الواحد قد يكون طال أسبوعًا أو أكثر، لكن واحد صبي يجيب على ثلاثين ألف مسألة في مختلف المجالات. فهذا حجه من الله سبحانه وتعالى على الناس هذا لعله من الحكم في اختيار الله سبحانه وتعالى بعض الصبيان للنبوه او الامامه وايضا من الحكم بيان ان هذا الامر لا يرتبط بكم ايها الناس واحد لا يطمع في هذا الامر لانه اصطفاء من الله سبحانه وتعالى فهذا الباب باب حالات الأئمة في السن بيان لبعض ما ذكرناه ولأمور أخرى سنتلوها حين تلاوة هذه الأحاديث المباركة الحديث الأول عن يزيد الكناسي قال سألت أبا جعفر عليه السلام الإمام الباقر أكان عيسى بن مريم عليه السلام حين تكلم في المهد حجه الله على اهل زمانه فقال كان يومئذ نبيا حجه لله غير مرسل اما تسمع لقوله حين قال قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا قلت فكان يومئذ حجه حجه لله على زكريا في تلك الحال وهو في المهد فقال كان عيسى في تلك الحال ايه للناس ورحمه من الله لمريم حين تكلم فعبر عنها وكان نبيا حجه على من سمع كلامه في تلك الحال ثم صمت فلم يتكلم حتى مضت له سنتان وكان زكريا الحجة لله عز وجل على الناس بعد صمت عيسى بسنتين ثم مات زكريا فورثه ابنه يحيى الكتاب والحكمة وهو صبي صغير أما تسمع لقوله عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكمة صبيا فلما بلغ عيسى سبع سنين تكلم بالنبوة والرسالة حين أوحى الله تعالى إليه. فكان عيسى الحجة على يحيى وعلى الناس أجمعين. إلى آخر الحديث الشريف. هذا الحديث يتضمن مقطعين. المقطع الأول حول الأنبياء. وهذا المقدار الذي تلوناه. والمقطع الثاني حول الأئمة عليهم الصلاة والسلام. والذي سنتحدث عنه في الحلقه القادمه هناك نبي وهناك رسول وقد يجتمعان بان يكون نبيا رسولا وبينهما عموم وخصوص مطلق فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا وقد مضى سابقا بحث الفرق بين الرسول والنبي والمحدث في أوائل كتاب الحجة. وحاصل الفرق أن هناك من الناس من ينبئهم الله سبحانه وتعالى، يجعلهم أنبياء، لكن ليسوا رسلا. وهناك من الناس من يجعلهم الله سبحانه وتعالى انبياء ويجعلهم رسلا مثلا ابراهيم عليه الصلاه والسلام الله سبحانه وتعالى جعله نبيا وارسله للناس ليبلغ رسالات الله سبحانه وتعالى يحيى عليه السلام كان نبيا من الله. لكن ما كان مكلفا بتبليغ هذه الرسالات. عيسى كان هو الرسول. عيسى كان هو الذي يبلغ رسالات الله سبحانه وتعالى للناس. ويحيى عليه السلام كان يصدقه. فعيسى رسول النبي لكن يحيى نبي وليس برسول وانما كان تابعا ومصدقا لعيسى هنا الراوي وهو يزيد الكناسي يسال الامام الباقر عليه الصلاه والسلام ان عيسى عليه الصلاه والسلام هل كان رسولا وهو في المهد حينما تكلم لأنه حينما مريم عليها السلام وضعت عيسى ورجعت، استغرب أهل مدينتها أن تلد من غير زوج، فالله سبحانه وتعالى أراد أن يبرئها من البهتان هسه اذا هي تجي تتكلم وتجيب الادله من يصدق تلك الادله لا احد يصدق ذلك كان الامر بحاجه الى معجزه وكانت هذه المعجزه ان تكلم عيسى عليه الصلاة والسلام فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله بدأ ببيان عبوديته لله حتى واحد لا يجي يتصور بانه اله لان من طبيعه الناس المغالاه في من له امور خارقه للعاده. فكيف بمن له المعاجز الباهره؟ فلذلك الله سبحانه وتعالى عندما انطق عيسى ابتدأ ببيان عبوديته لله حتى لا يغلو فيه احد. ومع ذلك غلا فيه الكثيرون لكن الحجه تامه عليهم قل فلله الحجة البالغه قال اني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا آتاني الكتاب يعني الانجيل ويبدو ان الله سبحانه وتعالى اوحى بالانجيل الى عيسى وهو في المهد لكن ما كان مامورا بان يتلو على الناس الانجيل الا بعد فتره كما ان الرسول صلى الله عليه واله محمدا الله سبحانه وتعالى انزل عليه القران في السنه الاولى من بعثته ولكن امره بان لا يذكر الايات الا بعد نزولها نجوما مره اخرى لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا مو انه سيجعلني نبيا لا جعلني نبيا يعني عيسى وهو في المهد كان نبيا من حين ولادته كان نبيا لكن كان رسولا كلا من كان الرسول زكريا عليه السلام زكريا كان الرسول في ذلك الزمان وزكريا حسب بعض الروايات هو زوج خالة مريم عليها السلام فالامام يقول ان عيسى حينما تكلم كان حجه لله لانه النبي حجه الله سبحانه وتعالى يحتج على الناس بانبيائه لكنه حجه غير مرسل بين الحجه والرسول ماكو تساوي الحجه اعم حجة الله قد يكون رسولا وقد يكون نبيا غير رسول وقد لا يكون نبيا بل يكون اماما مثلا امير المؤمنين علي بن ابي طالب حجة لله لكنه ليس بنبي ولا برسول فقال الامام الباقر كان يومئذ نبيا حجة الله غير مرسل الراوي تصور ان الحجه يساوي الرسول، لا، الله سبحانه وتعالى يحتج بالانبياء غير الرسل ايضا، ويحتج بغير الانبياء ايضا على خلقه، اما تسمع لقوله تعالى حين قال: اما تسمع لقوله حين قال: قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا. البركة هي الخير الثابت يعني نفاعا كثير نافع وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا فإذا عيسى كان حجة لله في المهد لكن إلى ذلك الوقت لم يكن رسولا وإنما الرسول كان زكريا هسه يسال ما يخالف الرسل بعضهم ائمه على بعض لوط عليه السلام كان نبيا مرسلا وابراهيم عليه السلام كان نبيا مرسلا لكن ابراهيم كان اماما على لوط بمعنى ان لوط عليه السلام كان في شريعته تابعا لشريعه ابراهيم الامام كان هو ابراهيم مع ان لوط نبي مرسل فهل كان عيسى اماما على زكريا قلت فكان يومئذ حجه لله على زكريا يعني عيسى حينما كان في المهد كان حجه على زكريا او لا في تلك الحال وهو في المهد الجواب كلا عيسى لم يكن اماما على زكريا زكريا كان النبي الرسول وعيسى في المهد كان نبيا ولم يكن رسولا ولم يكن حجه لله على زكريا قال كان عيسى في تلك الحال ايه للناس ايه من ايات الله لانه طفل عمره يوم يومين ثلاث ايام يتكلم بلسان فصيح. هذا طبعا هذه ايه من ايات الله سبحانه وتعالى. ورحمة من الله لمريم حين تكلم فعبر عنها الدور الثاني الذي اداه عيسى عليه الصلاه والسلام في المهد انه برأ مريم. لان القضيه جدا صعبه. امراه غير متزوجه تلد قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله ايه للناس ورحمه منا وكان امرا مقضيا فالقضيه كانت جدا صعبه على مريم بحيث انه قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا لكن الله سبحانه وتعالى جعل كلام عيسى تبرئة لمريم، وهذا من رحمة الله عليها، كان يمكن الله سبحانه وتعالى يبلوها. الناس يتهموها وما عندها دليل لإثبات براءتها، لكن الله سبحانه وتعالى رحمها بذلك، ورحمة من الله لمريم حين تكلم فعبر عنها، عبر عنها يعني احتج. لها لانها كانت ماموره بالصمت. فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. فهو عبر عنها لتبرئتها. وكان نبيا حجه على من سمع كلامه في تلك الحال. مو رسول لكن حجه لانه لا تساوي بين الرسول والحجه. أي واحد سمع كلام عيسى في تلك الحال في المهد هذه كانت حجة من الله سبحانه وتعالى عليه زي. هذه في المرحلة الأولى برأ مريم حجة على من سمع آية للناس بعد ذلك ما كان حاجة إلى المعجزة فلذا صمت عيسى سنتين في طول سنتين عيسى صمت ثم بعد السنتين تكلم كما يتكلم سائر الاطفال مساله يجب ان تتضح ان المعجزه حاله استثنائيه والله سبحانه وتعالى هو الذي شرع القوانين الطبيعيه يعني من جعل النار حاره؟ الله سبحانه وتعالى من خلق الانسان بهذه الكيفيه؟ الله سبحانه وتعالى. القوانين الطبيعيه الله سبحانه وتعالى جعله جعلها. ومو من الحكمه ان يلغي هذه القوانين الطبيعيه الا في حالات استثنائيه. مثلا نار ابراهيم الله سبحانه وتعالى بشكل استثنائي اعجازا جعله بردا وسلاما مثلا. عيسى عليه الصلاة والسلام بشكل استثنائي تكلم وهو في المهد بعد ذلك لم يكن حاجة إلى المعجزة لذلك عيسى بعد ذلك لم يتكلم إلى سنتين ثم صمت فلم يتكلم حتى مضت له سنتان زين في هاتين السنتين الرسول من هو زكريا وكان زكريا الحجة لله عز وجل على الناس بعد صمت عيسى بسنتين إلى سنتين استمرت رسالة زكريا وهو الذي يبلغ رسالات الله إلى الناس أما عيسى فكان صامتا هو نبي بالصامت ثم مات زكريا بعد السنتين فورثه ابنه ابنه يحيى الكتاب والحكمة وهو صبي صغير لأن زكريا كان كبير السن ولم يكن له ذرية إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة بعد ذلك يدعو الله سبحانه وتعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا فالله سبحانه وتعالى على كبر من زكريا رزقه يحيى وخاطب يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا الحكم عن النبوة فلما مات زكريا من الرسول عيسى أما يحيى فورث النبوة من زكريا لكن لم يرث منه الرسالة لم يكن رسولا وإنما كان نبيا فلما بلغ عيسى عليه السلام سبع سنين تكلم بالنبوة والرسالة يعني عندما صار عمره سبع سنوات تكلم أيها الناس أنا نبي وأنا رسول وبدأ يبلغ الناس رسالات الله سبحانه وتعالى حين اوحى الله تعالى اليه، يعني حينما الله كلفه بان يبلغ رسالاته. زين هاي الرسالات الله سبحانه وتعالى اوحاها الى عيسى، فعيسى كان يتلقى الوحي من الله سبحانه وتعالى، ثم يبلغه للناس. فالحاصل انه الراوي ابو خالد اللي هو يزيد الكناسي. هذا كان يتصور ان الحجه يعني رسول. الجواب كلا. قد يكون رسولا وقد يكون نبيا وقد يكون الحجه اماما وليس برسول ولا بنبي. فهذا كلام الامام عليه الصلاه والسلام تمهيد لبيان حال هذه الامه. في هذه الامه من هو النبي الرسول الحجه محمد صلى الله عليه واله هو رسول الله وهو نبي من الله وهو حجه الله سبحانه وتعالى على هذه الامه وعلى جميع الناس. إني رسول الله إليكم جميعا. ففي هذه الأمة الرسول النبي الحجة محمد صلى الله عليه واله، لكن هذا لا ينافي وجود إمام مفترض الطاعة، لأن الله سبحانه وتعالى عينه وأمر الرسول بتبليغه. مثل عيسى ويحيى عيسى رسول النبي وحجة لله وفي الوقت نفسه يحيى عليه الصلاة والسلام نبي من الله لكنه تابع لشريعة عيسى ومصدق لعيسى أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام في زمن الرسول الرسول صلى الله عليه وآله في يوم الغدير نصبه بأمر من الله سبحانه وتعالى قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه يعني من كنت أولى به فعلي أولى به اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله فبعد أن بين رسول الله محمد صلى الله عليه وآله أن الله سبحانه وتعالى عين عليا ل الامامة هل كان علي اماما في ذلك الوقت؟ نعم، لكنه تابع للرسول. هل كان حجة لله سبحانه وتعالى؟ نعم، لكنه تابع للرسول. وكان صامتا. يعني شنو صامت؟ يعني ما يامر وما ينهى. وإنما الأمر والنهي لرسول الله محمد صلى الله عليه واله، وقد ذكرنا فيما مضى انه قد يكون هناك مجموعة من الائمة في زمن واحد لكن احدهم الناطق والباقي صامتون، الناطق يعني شنو؟ يعني الامر والنهي له والبقية تبع له. يعني في زمن امير المؤمنين عليه السلام الامام امير المؤمنين موجود. الامام الحسن موجود. الامام الحسين موجود والامام السجاد زين العابدين عليهم الصلاة والسلام ايضا كان موجودا لأنه ولد قبل استشهاد أمير المؤمنين بسنتين في سنة ثمانية وثلاثين ولادة الإمام زين العابدين للهجرة يعني قبل استشهاد أمير المؤمنين بسنتين زين هؤلاء أربعة أئمة كلهم في وقت واحد كانوا أئمة نعم لأنهم أئمة قبل أن ينزلهم الله سبحانه وتعالى إلى هذه الأرض حينما خلقهم انوارا فجعلهم بعرشه محدقين. لكن الناطق واحد هو امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام، الامر والنهي له والباقي صامتون تابعون له. كما ان يحيى كان نبيا لكنه كان تابعا لعيسى عليه السلام. هسه يحيى لم يكن رسولا، كان نبيا غير رسول. في مثال اخر الامام ما يذكره لكن احنا نضيفه من القران الكريم لوط كان نبيا رسولا وفي الوقت نفسه كان تابع لابراهيم عليه الصلاه والسلام، الامام عليه كان ابراهيم، هسه القسم الثاني من هذا الحديث اللي يرتبط بامامه الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام ان شاء الله نبينه في حلقه قادمه. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين